بدأ موسم التسويقي لعام 2019 بتاريخ 14/5/2019. مجمع حبوب العالم الطاقة الاستيعابية ب40,000 طن. في هذا الموسم تم استلام أكثر من 83,000 طن، يعني معدل زيادة الضعف عن الطاقة الخزنية. مشكورة جهود وزارة التجارة في مناقلة الحنطة المحلية لاستيعاب أكبر محصول من الفلاحين، وصول الإعداد إلى ما يقارب 3,000 مسوق في مجمع حبوب العلم. تم توزيع مبالغ مالية ما بحدود 15 مليار دينار عراقي حولت ووزعت إلى الفلاحين كصكوك. الأمور طبيعية والحمد لله. حصلت ضغوطات في العمل بسبب الزخم الحاصل، الحرائق، كل هذه أدت إلى مشاكل، ولكن مشاكل بسيطة جدا والحمد لله. الحرائق أثرت على الفلاحين، لكون الفلاح يكون مستعجل في جلب الحاصل ماله خوفا من الحرائق، والحرائق قسم منها مفتعلة وقسم منها غير مفتعلة، أما بيقطع عمليات عسكرية أو كهرباء أو ما أشبه ذلك. نطالب بتوزيع مجمع حبوب العلم ببناكر إضافية، بناء السياج الخارجي، إنشاء منظومة إطفاء، شوادر لتغطية الخزين، تبليط الساحات الداخلية، تبليط الشارع الخارجي للسائلون.